فريدة، شيخ حمادة بتاعك يا ست هانم بيسترجل عليا عشان واحدة وسخة زيك. أنا
حاولت اقابل حضرتك كذا مره عشان اشكرك. مشكورين على ايه بس يا مدام؟ اي حد مكاني كان هيعمل كده واكتر. لو خيروكي بين اللي ممكن يعمله ناجي الخليلي والموت، اختار الموت. عارفه. وانت ايه اللي جابك هنا؟ جاي لك طبعا يا جميل. شريف عباس راشد ده نصاب ومزور ومتهم في اكتر من جريمه قتل. تعال يا سامح اتفضل، هعرفك على سيف. انا كنت حريص جدا انك تاخد فكره عن الموضوع، يعني تعرف كل حاجه عني قبل ما انا وعلي نتقابل تاني. عداك العيب، انت دوختنا وراك سنين وكلفتني فلوس ورجاله. احب اعرفكم بالمقدم ماجد العزازي، هو اللي هيقود فريق البحث والتحريات في الجرائم اللي حصلت وراح ضحيتها مجموعه من الضباط. انا الحقيقه مش شايف قدامي غير شويه تلامذه. انا شايف بعيني ماجد بيدي معلومات لناجي الخليلي. مش يمكن ناجي الخليلي نفسه مخبر شغال معاه؟ تمام يا باشا. الو يا طارق، انا مش هقول لك انت ما بتكلمنيش ليه، لان انا عارف السبب. انت محوط نفسك قصدك بشخصيات زباله. هشام البكري مقاوم من الباطن، كان بيعمل شغل مع الداخلية وكان بيحاول يعمل شغل معانا هنا في الجهاز. يعني اللي ماجد ضربه بالنار وقتله مش الصياد؟ مين اللي عمل التصريح لهشام البكري؟ الأستاذة مشيرة المحامية. وحضرتك تعرفي هشام البكري ده منين؟ أنا معرفوش، أعرفه معرفة سطحية وبس. إزاي حمدي مجرم زي ده يبقى هنا ويفرط منكم؟ مفيش عذر يا فندم باستثناء المفاجأة، هو لما زوغ منهم نزل في منطقة الكاميرات مش جايباها. جيب السلاح منين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. من الآخر يا طارق باشا، راقب المخزن وأنت توصل لماجد وناجي الخليلي.
احساس كويس لما تبقى شايف الناس وهما مش عارفين انك شايفهم. ما بفكرش في الموضوع ده. ما بتفكرش غير في اللي انت عايز تشوفه. اللي انا عايز اعرفه. ولما تعرف كل حاجة. الله اعلم ساعتها هكون عايش ولا ميت. بس في كل الاحوال مش هبقى موجود. ومش هاخد حد معايا. عرفت مكانه ازاي؟ ده خط ماجد. الورقة دي أنا لقيتها مع حسن طلعت. لقيتها مع حسن طلعت؟ وما حسيتش إنها حاجة مهمة وإنك المفروض تقول لنا عليها؟ أنا كنت عايز أتأكد إنها سليمة الأول يا فندم. أتأكد؟ في ظابط زميلك اتقتل، اتذبح زي الخروف بسببك. طمني بقى دلوقتي، عرفت انها مهمه؟ بسبب ازاي يعني يا ساتر؟ طبعا بسببك. يا ترى انت لازم تفهم انك بتشتغل معانا وليك قيادات ولازم تطلعهم اول باول باي حاجه تفكر فيها مجرد تفكير، فما بالك بدليل خطير زي ده؟ يا فندم انا بلغت الرائد سيف بالموضوع ده، خصوصا انه حسب معرفتي يعني وحسب تعليمات اللواء سامي انه هو المسؤول عن المجموعه. بلاش كلام فارغ، انت ما بيهمكش غير رايك ونفسك وبس، فاكر ان كلنا ما بنفهمش. اما تفكر كده تاني يبقى افتكر ماجد ومراته واولاده. لعلمك انت مسؤول عن اللي حصل له زي اللي قتله بالظبط، دمه في رقبتك. عشان خبيت عننا معلومه خطيره زي دي. هي كانت هتفيد بايه المعلومه دي يعني؟ ما هو في الاخر هرب. ما تكابرش يا طارق. انا لو كنت اعرف ان ماجد كتب ورقه دي واداها لحسن طلعت انا كنت امرت بالقبض عليه فورا وكنا احتجزناه وما كانش اتقتل. عموما الموضوع ده مش هيعدي على خير. فأكيد هيبقى فيه تحقيق وجزا. حد مثلك شعره من ساعة ما رجعت تشتغلي معاه؟ لا. جميل جدا. أبقى حميتك ولا لا؟ حميتني. النهاردة أنا عايزك تفهم أنا أقدر أعمل إيه؟ وليه؟ أنا في رقبتي ناس كتير، مصالح، شغل، أرزاق وأرواح ناس. ربك أراد إنها تكون كلها بين إيديا، ولو لقيتيني في يوم مضطر إن أنا أختار بينها وبين مصلحة فرد واحد حتى لو الفرد ده كان أنا، هختار المصلحة العامة، لأن هو ده الصح. ولا إيه؟ صح. أنا قلت لسيد إن أنا عايزك، عايز افكرك بايام زمان، افكرك باصلك يا سعاده الملكه، ولا نسيتي؟ انا مش ناسي. لا نسيتي. نسيتي وابتديتي تحلمي، والحلم ده خطر كبير. اساليني انا عن الاحلام واللي بتعمله في الناس.
ده انا عدى عليا ياما، وهنروح بعيد ليه؟ كنت شغاله معايا وزي الفل لحد ما جم ناس ولعبوا في دماغك وهربوك على اسماعيليه. افتكرت انك ممكن تعيشي زيك زي اي واحده، تمسحي اللي فات باستيكا. حصل ايه؟ حد سابك تعيشي في حالك؟ الكل مد ايده عليك وببلاش. ولما رحت للنطع بتاعك ده واتجوزتيه حماكي؟ ابدا، ده طلع عين ام اللي جابوكي. سيد، لما عاوزك تتكلم يا حبيبي هقولك اتكلم. ممدوح جوزك ده ما كانش ليكي، وكان لازم تهربي منه، وكان لازم تحصل بينكم مشاكل كتيرة. انت عارفة ممدوح ده يبقى ايه؟ الطبيعي انك تكوني ارتحتي معاه. لا، بس انا عايزة اسيب له البنت، وبعد كده هبقى تحت امرك في اي حاجة تطلبها مني. هي مالها الذنب؟ خليني اسيبها له. انت بتظني فيا ظن وحش قوي. انا عمري في حياتي ما اذيت طفلة، بنتك دي في عيني، لو حد قرب لها اضيعه. معلش سيبني ارجعها. مفيش حاجه هتحصل لها، وعشان اطمنك حتى لو انت ما عملتيش اللي انا عايزه منك وحاولت تخلعي، حسابي مش هيبقى معاها. لا، حسابي هيبقى معاك انت. اوكي؟ متشكرة قوي. سيف محتاج يشوف اسره، مش هتعرفي تلعبي في دماغه من غير ما تبقي ام ومعاها طفله. وغير كده ما كنتش طلبت منك انك تجيبيها، او يمكن ما كنتش طلبت منك حاجه خالص. وبعدين يا سبحان الله، هو انت مش كنت جيتي لي وقلتي لي احميكي ومين جوزك؟ دلوقتي عايزه تروحي له بالبنت؟ انت عايزه تجننيني ولا ايه؟ بس انا ما قصرتش، سيد بطل يكلمني، عشان كده افتكرت ان الموضوع انتهى. وليه كنت عايزه تخلعي امبارح؟ سمعت ايه قالك؟ وقبل ما تردي لا تخبي ولا تكدبي. انا ما كنتش عايزه اخلع، ده انا كنت بجيب بنتي من الحضانه. وطارق باشا كان بيعمل ايه عند السيف امبارح؟ كانوا بيتكلموا. بيتكلموا؟ عن واحد اسمه ماجد، وعن واحد مات كانوا فاكرينه الصياد، بيقولوا ان في حد فاكه، واللي اسمه ماجد ده عايز ينتقم منه. قالوا كده؟ هما ما قالوش كده بالظبط، بس هو ده اللي انا فهمته. وعاوز ينتقم من مين؟ مش انا وانت كنا مع بعض في المشرحه واكتشفنا ان في حد فك ايد القتيل عن عمد؟ يعني الحد ده ممكن يكون ماجد الخليلي، لانه كان عايز يقتل ماجد، فماجد عايز ينتقم. مش عارف. اشربي. انا هعتبر انك كنت جاي تقولي لي الكلام ده. طبعا في اليومين اللي جايين دول هستنى منك انك تسمعي كل حاجه بتتقال وتنقلها لي بالحرف الواحد. تليفوني معاكي. المساله مش صعبه. عاوزك تزرعي نفسك بين سيف واخته، تحسسيهم انك واحده منهم من غير ما تحلمي ولا تنسي اصلك سعاده الملكه. اشربي. طمنتني، كنت فاكرك مش عارف. ايوه بس انا مش فاهم. ما تفهمنا كبير. تتعب لو فهمت يا سيد. تسلم تسلم يا رياسة. لو حاولت تهرب ولا تخبي ولا تكذب، تجيب بنتها من الحضانة على هنا. اهو انا كده فهمت. شفت بقى ان انت كنت ظالمني يا كبير. كنت فين؟ بجيب دخان يا باشا. انت غريبة جدا النهاردة. ليه بس؟ سرحانة في ايه يا قمر؟ انت ما رديتيش عليا. في ايه؟ الموضوع العريس اللي انا شايفهولك. والله انت بنت حلال، بدل ما تشوفي لنفسك مشغولة بيا. شوف لنفسي وينفع اصلا؟ مش قلتلك بنت حلال؟ يا بنتي الست هي اللي بتختار، هي اللي بتنقي. الراجل بقى بيبقى فاكر ان هو اللي اختار،
ووصل كمان للي هو عايزه. يا خسرت السنين اللي انا ضيعتها في دراسة علم النفس. اديك انت اهو وبقلل الامكانيات وصلتي الحياة ناس بتقعد سنين على ما تفهمها. تصدقين انا ساعات بحس ان العلوم الانسانية دي كلها تضيع وقت. العلوم الانسانية سيبك. بقولك ايه، انا اول مرة ارتاح لحد بالسرعة دي. انا عارفة ان حصلت بينا مشاكل في الاول، بس والله دي ما تجيش حاجة بالمشاكل اللي بتحصل بيني وبين اي حد تاني. متخيلة؟ طب انا عاوزاكي تقربي لسيف اكتر من كده. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ما هو لو هو اعمى انا مش عمية وهرشة كل حاجة، والموضوع مش محتاج علم نفس يعني. ما بالك بقى انا معايا دكتوراه. انتي معجبة بيه زي ما هو معجب بيكي، تبقى ايه المشكلة بقى؟ مساء الخير. مساء النور. اهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. فرق باشا موجود؟ اه مستني حضرتك من بدري. معلش بقى اتاخرت، اصل وانا جاي انا اللي كنت سايق. لا ولا يهمك، ميرسي. اتفضل حضرتك. والله العظيم يا باشا انت مش متخيل فرحتي قد ايه بالزياره دي. ربنا يخليك يا باشا، بس ما قلتليش بقى انت ليه صممت ان احنا نتقابل هنا بالذات؟ ليه يا باشا؟ انا جيت لك كتير، انت عمرك ما جيت لي ولا مره. لا ما انا كنت اكيد ناوي اجي لك، بس كنت مستني المناسبه. اتفضل يا باشا. لا متشكر. بس غريبه يعني، انت بتهيألي انك في الوقت ده المفروض تبقى في الجهاز. لا ما انا اصلي واخد جزا. جزا؟ ليه؟ لا ابدا، حمدي باشا اداني جزا عشان خبيت عليه موضوع الورقه اللي لقيتها مع العزاز الله يرحمه. وعايزني اكلمه لك؟ لا لا لا، انا اعتبرتها اجازه جبريه. بيني وبينك مراتي فرحانه قوي، ما بتشوفنيش كتير. عندك يا باشا، عندك عندك. تأخرت انت يا مياه يا طارق. نعم يا باشا. قصدي حمدي باشا قال لي انك تأخرت، وصلت بعد ما ماجد اتقتل. اه ما هو اصل للاسف يعني انا شيكت على العنوانين التانيين الاول. هي دي مشكلتك، ما بتثقش في حد. لازم الفكره تطلع من دماغك انت، ولو حد تاني وصل لنفس الفكره قبلك ما بتثقش فيها. تعرف ان انا لو كنت قلت لك ان ناجي الخليلي هتلاقيه في الكباريه او في الفندق كنت هتدور في المخزن الاول. وانا ممكن فعلا اكون ما بثقش في اي فكره تتقال لي، وممكن برضه اكون بحب افكر وادور بنفسي واوصل للمعلومه. بس يا باشا لو انا ما بثقش فيك ما كنتش لجأت لك اصلا عشان تساعدني. يا باشا انا فضلت في الشغلانه دي سنين بتعلم من شغلك انت بس. ده كلام كبير قوي يا باشا. وحقيقي، وده ما كانش على موضوع القضيه بتاعت الصياد وبس والتحقيقات بتاعتك فيها. يا باشا انت ظابط مختلف، حاجة تانية. الشغل والإنجازات اللي انت عملتها في الشغلانة دي خلوني أحس إنه فعلا ممكن اللي أنا عايزه يتحقق في يوم من الأيام. وإيه اللي أنت عايزه بقى؟ أنت عارف طبعا إن أنا أبويا لواء وإنه عيلتي معظمها تقريبا شغال في الداخلية. أنا بقى لما لقيت الظروف بتسوقني نفس السكة قاومت. ما كانش نفسي أبقى ظابط زي أبويا. ما حسيتش يعني إن أنا ممكن أضيف للمهنة دي أو في الآخر ممكن أستفيد بأي شكل من الأشكال. وفي الاخر طبعا هتقيم برضو على اساس مجهودات ابويا وانجازات ابويا وسمعه ابويا. ساعتك فاهم طبعا. صحيح. اما سمعت عنك بقى وعن شغلك والطريقه اللي انت استخدمتها في شغلك حسيت ان في امل فعلا. حسيت انه فعلا ممكن اقدر اوصل للعدل، اقدر احققه او حتى اقرب منه من غير ما نعذب الناس بقى ونلجا للعنف ونلفق تهم للناس عشان نقفل القضيه وخلاص. بس انا مش بريء للدرجه دي يا طارق. يا باشا ما انا عارف انت متهم بانك عذبت حد، وعارف برضه ان مشيره رفع عليك قضيه بسبب الموضوع ده. بس ده مش دليل انه ده حصل يا باشا. لا حصل وحقيقي. ماشي، مفيش حد معصوم من الخطا. انت مش متخيل بقى المثل ده منطبق عليا لدرجه ايه. حتى يا باشا الغلطه دي ما تنفيش ابدا انجازاتك اللي قبلها. حلو ان يبقى في حد بيدافع عنك حتى ضد نفسك. المهم خلينا في اللي احنا فيه. ما قلتليش ناوي تعمل ايه؟
ناوي المره الجايه ابقى سابقه بخطوتين او ثلاثه على الاقل. هو انت ليه طارق مصمم تكمل في الموضوع ده؟ امال اعمل ايه يا باشا؟ انا اعمى بس شايف اللي انت مش قادر تشوفه. شايف ايه بقى؟ شايف اللي ممكن تخسره. انت عندك بيت واسره، مش خايف عليهم؟ لا، ما احنا لو فكرنا بالطريقه دي مش هنعمل حاجه. ما كانش المفروض اصلا نشتغل الشغلانه دي بقى. يا ابني بلاش الكلام الكبير ده، بص لنفسك. انت بعد كل المجهود اللي انت عملته وصلت لايه؟ ولا حاجه، بالعكس خدت جيزه كمان. غريب قوي ان انا اسمع الكلام ده منك. غريب؟ غريب انك تسمعه من واحد فقد عينه ومراته وبنته، وفي الاخر طلع اللي قتلهم لسه عايش. يا باشا اليأس هو الفشل. ده مش يأس يا ابني، دي حكمه. صياد مجرم مش عادي، ولو فاكر انك ممكن تسيطر عليه او تتوقع تصرفاته تبقى غلطان. وفي الوقت اللي انت فاكر نفسك انك قربت منه او مفيش بينك وبينه غير خطوه واحده، هتلاقيه بيوجه لك ضربه مميته، ضربه ممكن تخسرك اي حاجه. ومش هيتردد يا طارق، مش هيفكر مرتين. لو حس انه محاصر او انك قربت منه بدرجه ممكن تهدده، هيعمل اي حاجه في الدنيا. انا عايزك تفكر تاني في اللي انت ممكن تخسره وتعيد حساباتك. وانا فكرت خلاص، مفيش رجوع يا باشا. الاجازه الجبريه اللي انا فيها دي هتخلص بكره، وانا هكمل في القضيه، وعارف الخطوه الجايه هتبقى ايه. انا كمان كده هبقى عارف خطوتي اللي جايه. ايه بقى في اللي انت قلته له كذب وايه حقيقه؟ ولا كلمه كذب ولا كلمه حقيقه. فزوره؟ ده متوقف على التفسير. انا طبعا مش عايز اللي حصل لي يتكرر لحد، بس برضه مش عايزه يعرف يوصل لي. ده معناه ان انت سابقه بخطوه. المهم بس ان هو نفسه يكون ماشي صح، يا اما هبقى انا متاخر كتير. ايوه مساء الخير. مساء النور. حضرتك استاذ وصفي؟ ايوه. وحضرتك الاستاذه بشيره؟ اي يا فندم، حضرتك كنت قلت لي على ثانيه واحده، هاجي مع حضرتك. محدش من البوليس جه هنا عشان محدش منهم عرف العنوان. بقول لحضرتك ايه، انا مش بتاع مشاكل ولا حمل اسام ولا بهدله. ما تقلقش، انا اللي بعمل للبوليس مشاكل مش هم.
بقول لحضرتك لا مؤاخذه يا استاذه، انا لازم امشي بقى. ايه ده يا استاذه؟ يا استاذه يا استاذه يا استاذه يا استاذه، لازم اقابلك وبسرعه. مش هتصدق انا لقيت ايه في شقه حسن. الكلام ده مش هينفع في التليفون خالص. انا محتاجه حمايه. طيب طيب، على المهم انا اكلمك ونحدد ميعاد ونتقابل في نفس المكان. السلام عليكم. عليكم السلام. هو مكتب الاستاذه رحمه فين لو سمحت؟ اخر الدكتور ايمن. شكرا. تحب اوصل حضرتك؟ لا 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 لا، شكرا. استاذ سيف اهلا، ازاي حضرتك؟ ازيك يا مدام رحمه، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. ده ايه المفاجآت دي؟ ازاي عرفت توصلي؟ الله اللي يسأل ما يتوهش يا مدام. وبعدين بقى لما صدقت عرفت ان حضرتك شغاله في مكتبه الجامعه هنا، قلت استغل الموضوع ده بقى واطلب من حضرتك خدمه. تحت امرك. بس انا يعني بعد اذنك مش عايز طارق باشا يعرف ان انا كنت هنا. حاضر. انا كنت عايز كتب، يعني لو فيه من اللي هي بتاعتنا اللي احنا بنقراها، كتب من مكتوبه بطريقه برايل. اكيد، اتفضل. حضرتك حظك كويس. حظي كويس؟ بيتهيألك. لا والله، ده احنا لسه وصل لنا مجموعة جديدة الأسبوع اللي فات كلها بطريقة برايل. أنت حابب تقرأ في إيه؟ أنا حابب أقولك الأول على موضوع حدوتة صغيرة كده، وبعدها عايز أعرف إذا كنت لسه عند نفس رأيك وإن أنا حظي كويس فعلا ولا لأ. اتفضل. زمان قبل ما تعمي كنت بحاول أمسك مجرم خطير. المجرم ده عشان يهدني ويمنعني من اني اوصل له قتل مراتي وبنتي. رجعت البيت في مره لقيتهم مدبوحين ومرميين في البانيو. نفس المجرم ده طارق جوزك بيحاول يمسكه دلوقتي. انا حاولت بكل الطرق اني امنعه، اني اخليه ينسى، يبعد خالص. حاولت اخليه يجنب نفسه ويجنبكم مصير بشع، بس جوزك بقى دماغه ناشفه. حاولي معاه يا رحمه، حاولي معاه بكل قوتك، لأن الراجل ده لو حس بجد إن طارق قرب منه هيعمل أي حاجة في الدنيا. أنا مش عايز اللي حصل لي يتكرر لحد. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايزه يخاف. هيخاف هيسيب الموضوع، مش هتلاقي غيره يديلك معلومات. هيخاف هيقرب مني زيادة، وسره مش هيبقى مع حد غيري. لو مخافش يبقى هو اللي بيجني على نفسه. طارق باشا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا باشا. كفارة بدو، قال وحشني والله العظيم. طب ما تكلمنا أي حد في القيادة. هيحصل، بس نعمل أي إنجاز في البلوة اللي عندنا دي. انا عارف انكوا اصحاب وانك هتزعل مني. خلاص يا باشا، ما دام عارف ان احنا اصحاب يبقى ما تقولش عنه حاجه وحشه. لا سمح الله يا باشا، انا بس ملاحظ حاجه صغيره كده وعايز الفت انتباهك ليها. ايه هي يا باشا؟ انت مش ملاحظ يا باشا ان من ساعه ما وائل مشي الصحافه ما نشرتش اي حاجه عن الموضوع ولا اي تفاصيل خرجت بره الجهاز؟ ده لغايه دلوقتي ما حدش يعرف ان المقدم ماجد العزازي تعيش انت. مصيرهم يعرفها يا باشا، ما تقلقش، مصيرهم يعرفها. باشا انت جيت لي هنا تاني يا ابني؟ في حاجه مش عارف اتصرف فيها من غير اوامر سعادتك يا باشا. ايه؟ حاجه شفتها وضروري جدا جدا تبقى عارفها. يا بنتي انا اول مره ادخل مطبخ في حياتي كان لما اتجوزت، المفروض كان يصبر عليا شويه ويقدر لي ده. الله. ايوه بس ياكل سمك بالسكر دي حاجه صعبه قوي يا دكتوره. انا مالي بقى، انا كنت واقفه سرحانه افتكرت السكر ملح. ماليش دعوه، يستخدم خياله ويعتبره نوع ديزرت جديد مش مشكلتي. ايوه صحيح، كفايه انك انت اللي عاملاه يعتبروا حاجه حلوه. مش كده والنبي؟ طب انت ليكي في المطبخ؟
مش قوي. هيا مين؟ مساء الخير سعادتك يا باشا. في حاجة كده كنت عايز أقولك عليها وفكرت خلي الأمين بتاع الحراسة يقولها لك، بس بصراحة لقيتني مش هبقى مطمن، قلت أبلغك بنفسي. خير يا باشا؟ فين؟ في واحدة شغالة عندك الظاهر جديد كده في الكافية يا باشا. آه فعلا ده حقيقي. عليا ثانية واحدة. تعالي ثانية واحدة. عايزك تعالي اقعدي معايا شوية، بقالنا كتير ما اتكلمناش مع بعض. ماشي هروح عندها لحالة تيجي تقعد معانا بالمرة. لا ليه؟ بقول لك اقعدي معايا شويه، هتندهي الحاله ليه يعني؟ مش فاهم. خلاص يا عم انا الحق عليا، كنت عايزه اوفق راسين في الحلال. طب بصي يا عليا، انا ما بفكرش في الموضوع ده خالص، وما عنديش استعداد ان ارتبط باي واحده دلوقتي، فيا ريت ما تتعبيش نفسك. ولو عايزه نصيحتي انت كمان ما تقربيش منها قوي، دي واحده عندها ظروف صعبه واحنا بنساعدها وخلاص. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. الو. ايه باشا ما بتردش عليا ليه؟ تفتكري ليه؟ عندنا شغل والايام دي صعبه شويه بسبب القضيه اللي انت عارفاها. هو انا بقيت عارفه حاجه؟ انت من ساعه التفاصيل اللي قلتها لي اخر مره ما بقتش عارفه اي تطورات. عشان ما فيش اي تطورات. اه بس انا سامعه غير كده خالص. خير؟ المقدم ماجد وواحد اسمه حسن طلعت. انت جبتي الكلام ده منين؟ وده بقى سؤال رسمي ولا بين اتنين صحاب يعني؟ بقول لك ايه، الكلام اللي انت بتقوليه ده في منتهى الخطوره، يعني لو فتحتي في بقك نص كلمة هتروحي في 60 داهية. الكلام ده مش أخطر من الكلام اللي فات، ولما هو موضوع يودي في 60 داهية خليتني أنشر اسم وائل على الموضوع ليه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ عايزة شوية تفاصيل. وما تقلقش المرة دي مش محتاجة مصدر، يعني مش هكتب اسم حد. تمام تمام. كده بقى سعاده الملكه محتاج مني خدمه العمر، وبعدها يمكن اعتقك. امرني. تجيبي لي سيف، وخلي بالك سيف عليه حراسه كتير، هبقول لك تخلعي منها ازاي.